السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. شيخ مصطفى، عندي سؤال بخصوص مسألة الزكاة. ما هو نصاب الزكاة؟ نعم؟ وعلى فرض، ما هو نصاب الزكاة وبأي شيء تدفع؟ أنا أعرف أنها تدفع بالأنعام وبالذهب وبالفضة، لكن على سبيل المثال كان معي 50 ليرة ذهب ودفعت عنهم زكاة هذه السنة، وما ما 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 اتخذت تجارة فيهم، يعني ما تساوي كم جرام؟ نعم، يوجب علي أن أدفع السنة اللي بعد عفوا كم جرام؟ تقدر بكم جرام؟ 50 جرام. 50 جرام ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. لا. ما هو المقدار؟ 97.2 من عيار 21. 27 جرام واثنين من عشرة من عيار 21، و85 جرام من عيار 24.